السلام عليكم اخواتي. وصفه اليوم وهي شباكيه بالسمسم او الزنجلان، كتجي هشه ورطبه. ان شاء الله غادي نحضرها معكم بمناسبه حلول رمضان. فهل عجبتكم الوصفه ديال اليوم؟ ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بسم الله، نبداو على بركه الله في تحضير الوصفه. كنحتاجو 500 غرام من الدقيق الابيض، عندي ملعقه كبيره ممتلئه من القرفه، ملعقه كبيره تكون مخلطه ما بين حبه حلاوه والنافع مطحونه جيدا ومغربله، عندي هنا ملعقه كبيره من الخل، عندي نصف ملعقه صغيره من المسكه الحره، ونصف ملعقه صغيره من بيكنج باودر او الخميره الكيميائيه، عندي 100 غرام من السمسم يكون محمر ومطحون، مطحون جيدا ومغربل 100 غرام، عندي 5 المعالق من ماء الزهر درت فيه القليل من الزعفران، عندي 75 مللتر من زيت الزيتون مع 75 مللتر من زيت النباتية مخلطة، أي كاس يكون العنبة ممتلئ 160 مللتر، عندي القليل من الملح. نبداو على بركة الله. أول حاجة كناخد الزيت، كنخلطو جيدا مع الدقيق حتى كيتلبس لي جيدا، انا كاع ما غادي نستعمل هنايا الخميره تاع الخبز او الخميره الفوريه، هنا كما لاحظتم العجين ولا لي مرمل، غادي نضيف كاع النواشف، السمسم والقرفة، حبة حلاوة مع النافع، المسكة مع ملعقة من بيكنج باودر مع المسكة الحرة، وكنخلط جيدا. كتحاولوا تدخلوا العناصر مع بعضها وهنا بعد ما خلصت كاع النواشف فغادي نضيف ملعقتان من الخل، وغادي نضيف ماء الزهر مع الزعفران، وكنخلط. انا هنايا من بعد ما رمت العجينه وضفت ليها الماء وماء الزهر غادي نضيف الماء تدريجيا حتى يتجمع لي الخليط، فقط انه يتجمع لي الخليط ونبدا ندلكو جيدا، العجين كيكون متماسك شويه. فهنايا من بعد ما دلكتها جيدا فكنشكلها على شكل كويرات بهذه الطريقه هذه وكنخليها ترتاح. فهنايا من بعد ما ارتاحت لي العجينه فكناخذ واحد الكره وغادي نطلقها، فهنا كتاخذوا العجينه نتاعكم بهذه الطريقه هذه وكتطلقوها جيدا وكترققوا، هنا كترققوها حتى يبان لكم سطح العمل نتاعكم، وهنا كتاخذوا هذا المرشم نتاع الشباكيه او كتاخذوا الجراره اللي ما عندوش ومتوفرش هذا المرشم هذا كتستعملوا الجراره. فانا هنا غادي نستعمل هذا المرشم هذا كيجي ساهل، غادي نبرك جيدا وكنحيد هذا الزائد هذا، فهاد الزائد هذا نتاع العجين كتجمعوه مره اخرى وكتوضعوه في بلاستيكه باش فاش كتجيو تستعملوه كيكون مطلوق جيدا. فهنا كتاخذوا الشباكيه نتاعكم وكتوضعوا بهذه الطريقه هذه، انا هنايا غادي ندور غادي نعاود نثنيها من هنايا
وهاد الوحده اللي بقات كتجروها للوسط بهذا الشكل هذا. وهذا الزائد كتحيدوه بهذه الطريقه هذه. كتشكلوها بهذا الشكل هذا. هذه اسهل وحده اللي وريتكم، اسهل طريقه. غادي نعاودها مره اخرى. اولا كتحلوا هذه الاشرطه هذه اللي عندكم في الوسط، وكتدوروا العجينه ديالكم كتثنيوها بهذا الشكل هذا او كطويوها بهذا الشكل هذا. وهذه الوحده اللي بقات، هذا الشريط اللي بقى بوحدو ما كيجيش لاصق مع خوه، كتجروه للوسط بهذا الشكل هذا. انا هنا هاد الجنيبات هاد الكنيتات هادو كنحيدهم بهذا الشكل هذا بالجراره، وكتضغطوا عليهم جيدا بالاصابع ديالكم، كتجينا على هاد الشكل هذا. اما بالنسبه للاخرى فكديروا لها بهذه الطريقه هذه. غادي نحلوا اولا هاد السنينات، كتشدوا الصبع ديالكم الاول كتجروا الشريط الاول، الثاني كتخليوه لتحت، الثالث كتطلعوه، الرابع كتخليوه لتحت، الخامس كتطلعوه بهذه الطريقه هذه. وانا غادي ندير بهذا الشكل هذا، جميع الاشرطه كتردوهم للتحت بهذه الطريقه هذه. غادي نزول هذا القنوت باش ما كيجيوناش كثارين في العجينه. هانتوما كما لاحظتوا كنجي على هذه الطريقه هذه. انا هنايا بعد ما كملت الكميه كامله بنفس الطريقه بهذا الشكل هذا، فوضعت مقلاه بها زيت فوق النار حتى سخنت ليا. غادي نوضع الشباكيه، وهنايا عندي العسل، غادي تلقاو الرابط ديالو اسفل الفيديو في صندوق الوصف، سبق لي حضرته معكم. غادي نبدا نوضع الشباكيه نتاعي. هنا غادي نخليها حتى تحمر لي في الحميره، وغادي ندورها. هنا غادي نحيدها، نقطرها مزيان من الزيت، ثم غادي نوضعها في العسل مباشرة. وكانت هذه هي وصفتنا نتاع اليوم، شباكيه بالسمسم او الزنجلان، كتجي رائعه وهشه. غادي نوريكم الشكل ديالها من الداخل، راها كتجي هشيشه ومعسله.
فإلى عجبتكم الوصفة ديال اليوم ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. نتلاقاو في وصفة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم.